لا معرفوش ولا عمري شفته. يعني ما عداش عليك من هنا خالص؟ هو انت قلت لي كان لابس ايه؟ كان لابس جاكيت قديم وشكله وحش. لا ما شفتوش. طب يا يحيى لو شفت او عدى عليك في اي لحظه ارجوك تكلمني ضروري. حاضر يا فاروق بيه. حاضر. عن اذنك يا يحيى. وانت مش عن اذنك معاهم؟ ما بدري يا فاروق بيه. لا مؤاخذه يا حاج هارون، دخلنا ارضك بدون استئذان. انا بعتذر، اصلنا بندور على حد و ولقيته للاسف ما بنلقاش في أرضك اللي بندور عليه. بس احنا دايما بنلاقي في أرضك اللي احنا بندور عليه. النمرة غلط يا هارون. وماله؟ نصلحها أو نغيرها أو نحط رقم جديد. أنا بس اللي أعرف شفرته. صعب، صعب عليك يا هارون، عشان النمرة الجديدة لازم تكون من شركة الاتصالات. عارف ليه؟ عشان يكون فيها رصيد ولها مصدر. تراهني على ايه؟ ان اخترع رقم واحطه وارن عليه ويرد عليا كمان. ممكن، بس اللي هيرد عليك هيكون في الفسحه بتاعت القصر بتاعك او في المطبخ او من كشك يحيى هنا. عارف ليه يا هارون؟ عشان المساحة بتاعته هتكون ضعيفة محدودة. سنترال داخلي. طب ايه رأيك بقى لو الرقم ده يرن عليك انت؟ مش هرد عليه ولا هعبره علشان ملوش مصدر. انت عامل زي اللي بيبص لجرس الشمس ويقول مش شايفه. بس صدقني هيفضل ينكر كده لحد ما تعميه اشاعتها. ما تخافش عليا يا حاج، انا عندي نظاره مضاده للشمس. النظاره دي مش هتحميك طول الوقت. اوقف في الظل احسن واكسر عينك عنها. محدش يكسر عيني غير اللي خالقها. انا راجل بشتغل بمزاجي بعقلي، بحب كده اتامل في القمر واتغزل فيه. القمر؟ ايوه. طب استعد بقى، استعد لكسوف القمر اللي هيجيلك. ماشي يا حاج. حاضر. لا مؤاخذه يا حاج هارون، ما اسموش كسوف، اسمه خسوف. معلش. الجهل وحش والعلم حلو برضه. عن اذنك يا حاج شمس، قصدي يا حاج هارون. Ha 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 ha.